نشوء الحياة أو تطور الكائنات الحية في كوكب الأرض كان سببه هو الطحالب الخضراء. الطحالب الخضراء تتميز بميزة أو تقوم بوظيفة مهمة جدا، وظيفة حيوية وأساسية، اللي هي عملية التركيب الضوئي. إذا يجب أن نشكر الطحالب الخضراء لأننا نستمتع بحياتنا، لأننا نستطيع أن نتطور، أن نبني حضارات، أن نتوسع في كوكب الأرض. سبب هو الطحالب الخضراء. الطحالب الخضراء هو السبب في أنك تستمتع بوجبة غذاء مثلاً، بوجبة أو بساندويتش أو بهمبرجر مثلاً، هو سببه الطحالب الخضراء. الطحالب الخضراء لها القدرة على تركيب المادة العضوية وكذلك على إنتاج الأكسجين. ظاهرة التركيب الحيوي التي تقوم بها النباتات الخضراء التي تحتوي على اليخضر هي ظاهرة حيوية يتم فيها تحويل طاقة الشمس، طاقة ضوئية، إلى طاقة كيميائية في المواد الغذائية وفي المادة العضوية. إذن هي تحول الطاقة الضوئية، الطاقة الشمسية، إلى طاقة كيميائية في المواد العضوية. المعادلة العامة لعملية التركيب الضوئي هي CO2 وثاني أكسيد الكربون زائد الماء. طبعا في وجود اليخضور والضوء تعطينا أو ناتج هذا التفاعل مادة عضوية بالإضافة إلى الأكسجين وأيضا عنصر الماء. عملية التركيب الضوئي تتم في شروط معينة. لذلك سوف ندرس مجموعة من الوثائق في الكتاب المدرسي حتى نتعرف عن شروط عملية التركيب الضوئي. في الوثيقة 1 صفحة 175 هي نتائج تجريبية أجريت للكشف عن جزيئات النشا في أوراق خضراء معرضة للضوء طبعا. تظهر هذه الوثيقة في الشكل 1 و2 أن المناطق الخضراء في الورقة تلونت بعد معاملتها بماء اليود بالأزرق البنفسجي، يعني على أن تلك المناطق تحتوي على المادة العضوية أو تحتوي على النشا الذي يتم صناعته طبعا بعملية التركيب الضوئي. فالمناطق التي تبدو خضراء في الورقة المبرقشة تكون أو تتلون باللون الأزرق البنفسجي، يعني أن هذه المناطق تحتوي على النشا، وبالتالي أن هذه المناطق حدثت فيها عملية التركيب الضوئي. إذن فالمناطق التي فيها مادة اليخضور هي مناطق تقوم بعملية التركيب الضوئي. من خلال هذه التجربة أو الهدف من هذه التجربة هي أن اليخضور هو شرط أساسي لحدوث عملية التركيب الضوئي. لذلك هناك نباتات غير خضراء ليست قادرة على تركيب المادة العضوية، فهي نباتات غير ذاتية التغذية وكائنات حية غير ذاتية التغذية، عكس النباتات اليخضورية التي أو الكائنات التي تحتوي على مادة اليخضور أو صبغة مماثلة للكلوروفيل أو اليخضور تكون ذاتية التغذية. إذن اليخضور شرط أساسي من شروط عملية التركيب الضوئي. في الوثيقة 2 صفحة 175 لدينا تجربة أجريت على ورقتين، إحداهما معرضة للضوء والثانية غير معرضة للضوء، بحيث نأخذ نسيج اليخضوري من كل ورقة، الورقة المعرضة للضوء والورقة الغير معرضة للضوء، فنتحصل على الشكلين، شكل واحد والشكل اثنين. الشكل واحد يمثل صنعة خضراء أخذت من نسيج يخضوري معرض للضوء، يعني أخذ من ورقة معرضة للضوء. الشكل اثنين هو عبارة عن أيضا صنعة خضراء أخذت من نسيج يخضوري غير معرضة للضوء، يعني معرضة للظلام. الآن سوف نجري مقارنة ما بين الصانعة الخضراء في الشكل واحد والصانعة الخضراء في الشكل اثنين. ما يمكن أن نلاحظه ببساطة أن في الصانعة الخضراء في الشكل واحد نلاحظ داخل في المادة الأساسية، يعني داخل الصانعة الخضراء، نجد وجود حبيبات أو مادة عضوية، حبيبات مادة عضوية اللي هي عبارة عن حبيبات نشوية أو عبارة عن النشا. بينما في الصانعة الخضراء التي أخذت من الورقة المعرضة للظلام لا نلاحظ وجود حبيبات نشوية. إذن الصانعة الخضراء في الشكل واحد قامت بعمل التركيب الضوئي لأنها صنعت النشا، بينما الصانعة الخضراء في الشكل اثنين لا نلاحظ أي حبيبات نشا، إذن هي لم تقم بعملية التركيب الضوئي. هنا نستنتج شرط ثاني وشرط أساسي في عملية التركيب الضوئي هو الإضاءة، الضوء ضروري لحدوث عملية التركيب الضوئي. لذلك اقترح العلماء النظرية التالية، هي أن أول كائن حي قام بعملية التركيب الضوئي هي الطحالب الخضراء. متى استطاعت أن تقوم بعملية التركيب الضوئي؟ بعد مليار شروق شمس.
هي نظرية طبعا شئتم صدقتم أو لا تصدقوا، نظرية إن تكون خاطئة أو صحيحة، لكن ضروري في عملية التركيب الضوئي أن يكون هناك ضوء. في الوثيقة 3 صفحة 176 لدينا تجربة أنجزت على طحالب خضراء في ظروف تجريبية مختلفة، يعني في الظلام وفي الضوء، ثم تم قياس تغيرات كم ثاني أكسيد الكربون وثنائي الأكسجين باستخدام تقنية التجريب المدعم بالحاسوب أو الإكزاو. طبعا تقنية الإكزاو هي تقنية تمكننا من دراسة أو من التحكم في العوامل التجريبية أو في التركيب التجريبي لعملية التركيب الضوئي وقياس كل المتغيرات في هذه التجربة، وهي تقنية مهمة جدا. في هذه التجربة لدينا النتيجة الممثلة في الوثيقة 3، حيث نلاحظ أنه في الضوء تناقص تركيز ثاني أكسيد الكربون بينما يتزايد تركيز ثنائي الأكسجين أو غاز الأكسجين، يعني هناك زيادة في تركيز غاز الأكسجين. يحدث عكس ذلك في الظلام، حيث نلاحظ تناقص في تركيز ثنائي الأكسجين بينما يزداد تركيز الCO2. إذن مظاهر التركيب الضوئي هي تتمثل في مبادلات غازية، يعني يتم امتصاص غاز الأكسجين خلاصة لهذا الفيديو الصغير نقول أن عملية التركيب الضوئي هي آلية تركيب حيوية يتم فيها تحويل طاقة الضوء وطاقة الشمس إلى طاقة كيميائية موجودة في المادة العضوية اللي هي النشاء، لأن النشاء يعتبر طاقة كيميائية. لماذا؟ لأننا باستطاعتنا أو باستطاعة الخلايا أن تحول هذا النشاء إلى طاقة أخرى، لأن يجب أن تفهم جيدا أن في الفيزياء أو في ميكانيكا الكم أن الطاقة تنتقل ولا تنفذ، يعني تنتقل من الشمس إلى النشاء، من النشاء سوف تتحول إلى طاقة أخرى وهكذا تستمر. إذن الطاقة تنتقل من وعاء إلى وعاء آخر. لا تنسوا في نهاية الفيديو أن تضغطوا لايك، إذا كنت غير مشترك في القناة اشترك في القناة، كذلك فعلوا جرس الإعدادات حتى تصلكم إعدادات بالفيديوهات الجديدة، أيضا انشروا هذا الفيديو بين أصدقائكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديو قادم.